الجفاف وانحدار مستوى المخزون المائي أدخلا المملكة أزمة وحالة طوارئ مائية. لتحسيس وتوعية الناشئة بضرورة ترشيد الاستهلاك المتوفر من المياه في هذه الظرفية الحرجة، قافلة نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بمخيم بوزنيقة. روبورتاج سمية الدهيمي. بقطرة ماء غاضبة أو بالتقاط صورة معبرة، يحاول أطفال مخيم بوزنيقة التعبير عن رأيهم تجاه سلوكيات خاطئة تمارس كل يوم من طرف المغاربة صغارا وكبارا. كما كتشوفوا حنا دابا في هذه الورشات هذو كنحاولوا نعبروا على كيفاش نقدروا نستخدموا الماء باستخدام جيد، وكنرسموا على داك الشيء اللي كنعبروا كنرسموا كنعبروا على داك الشيء في الرسم. من عام كنجي كيديروا فيه بزاف الورشات، منهم هذه الورشه تاع الحفاظ على الماء. انا من جامعه ايغيل وجينا لهاد المخيم كما كتشوفوا، من بعد ما فتنا من واحد الكارثه اللي عظيمه وقوي شويه، ومن هنا اثرت لي على النفسيه ديالنا، جاونا لهاد المخيم وسافنا بزاف ديال الحوايج. أكثر من 6000 طفل وطفلة قادمون من كل أنحاء المغرب يستفيدون من هذه المبادرة من خلال ورشات تحسيسية وتوعوية تقدم من طرف أطر المؤسسات المنظمة للقافلة. اختارينا المخيمات الصيفية بحكم أن الأطفال اللي تتواجدوا في المخيمات الصيفية تيجوا من المغرب كلهم، دوك الرسالة غتوصل لجميع المناطق في المغرب. بالطبع فبالنسبة لهذه القافلة مجموعة من الورشات، فيها الجيمر، فيها الروبوتيك، فيها صناعة المحتوى الرقمي، كذلك كاين الرسم التلقائي، زائد ورشات تحسيسية. هذه القافلة هي كتستهدف الأطفال من 7 سنوات إلى 14 سنة أو 15 سنة، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية كتوضع الطفل أو التلميذ في أول المستهدفين ديال التوعية والتحسيس. علاش؟ لأن الناشئة هم نساء الغد ورجال الغد. رفع تحديات الإجهاد المائي الذي تعيشه بلادنا إثر ثوالي سنوات الجفاف يدعونا جميعا إلى تعزيز الجهود من أجل تغيير سلوكنا تجاه كيفية استعمال الموارد المائية. القافلة تواصل حملتها بمخيم العالية بالمحمدية ثم مخيم طماريس بالدار البيضاء أيام 24 و25 أغسطس الجاري.